وخلال مؤتمر صحفي أعلنت رئيسة المركز الإشرافي القاضي فاطمة فيصل حبيل النتائج النهائية للانتخابات النيابية بمحافظة العاصمة، والتي أسفرت عن حسم نتيجة الانتخابات من الدورة الأولى في دائرة واحدة من أصل 10 دوائر في محافظة العاصمة وهي الدائرة الأولى، فيما ستتم إعادة الانتخابات في 9 دوائر في المحافظة لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية اللازمة للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات.